هذه الجلسة الافتتاحية لمناقشة موضوع ذي أهمية استراتيجية لمستقبل مجتمعنا وإعلامنا. نلتقي اليوم ونحن ندرك جميعا أهمية التربية الإعلامية موضوع هذه الندوة. اللي كنهدفوا به بالدرجة الأولى هو فتح واحد النقاش ما بين الصحفيين المهنيين والأساتذة الباحثين في موضوع التربية بصفة عامة. والفكرة الأساسية هو محاولة أولا تشخيص الوضعية المتعلقة بالصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي طبيعة الحال بحكم هذه التحولات الكبيرة في مجال الاتصال والتواصل. بطبيعة الحال كما هو معروف أن موضوع ديال وسائل التواصل بصفة عامة تطرح إشكالات متعددة، ولكن بصفة عامة نحن نعتبر أن إيجابيات هذه الثورة التقنية والرقمية تتضمن إيجابيات أكثر من السلبيات. الإيجابيات والسلبيات هي مرتبطة بالدرجة الأولى بمستوى التطور الذي يعرفه أي مجتمع من المجتمعات ومن بينه مجتمعنا. فالتعامل مع هذه الظاهرة التي نلاحظ بأنه في الأيام الأخيرة هناك توجه كبير في اتجاه التقنين، وأكثر من التقنين في اتجاه تشديد العقوبات فيما يخص الذين يعتبرونهم ينتهكون الحياة الشخصية والتشهير إلى آخره. نعتقد بأن هذا جزء من المشكل، ولكن ليس المشكل الرئيسي نعتبره هو أن لحد الآن هناك غياب أو نقص في التربية على وسائل الإعلام والاتصال. ونحن نهدف من هذا اللقاء كذلك أن نطرح الإمكانيات الكفيلة بإدراج مادة التربية الإعلامية في المقررات المدرسية منذ الابتدائي، وكما هو الشأن بالنسبة للتربية الوطنية كذلك والتربية الإسلامية، حتى لا نقع في هذه الإشكالات أو ما يمكن تسميته بسوء الفهم سواء من طرف مدبري الشأن العام أو من طرف مختلف الفعاليات. لقاء اليوم غادي نوقفوا فيه عند دور التربية الإعلامية في التأطير والتنشئة. هذا الدور اليوم كيتعاظم أكثر لأننا كنعيشوا في سياق رقمي بدل الكثير من التصورات والكثير من الرؤى والكثير من القيم. اليوم أصبحنا مطالبين كإعلام وكأسرة وكمدرسة بتجديد أدواتنا نحو تربية إعلامية رقمية بفلسفة وتفكير رقمي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.